النشرة المسائية من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء ولا مولدات ولا دواء وربما لا أفران، والدولار على ارتفاعه الجنوني وتخطى 16,000 ليرة. أزمات تتمدد ولا حلول لها، والمواطن يصارع للحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة، فيما الأفرقاء يصارعون ويتناحرون للحفاظ على حصصهم ومكتسباتهم. وبانتظار بدء آلية اجتماع بعبدة الذي طلب من مصرف لبنان اتخاذ إجراءات استثنائية تتعلق بسعر صرف الدولار المدعوم على أساس منصة 3900 ليرة، مشاهد طوابير الذل أمام المحطات على حالها، والآتي ينذر بالأسوأ وقد أصبح رفع الدعم واقعا. وبعد جرجرة على طاولة اللجان أقرت اليوم البطاقة التمويلية وجلسة تشريعية الأسبوع المقبل. واقع مأساوي يعيشه اللبنانيون لم يفتح قوة في جدار الأزمة الحكومية، في وقت يصر الرئيس بري على أن مبادرته قائمة ولا سبيل غيرها لإخراج لبنان من أزمته، وبالتالي هو ليس في وارد التراجع عنها تحت أي ظرف. وهو كشف أنه يتراجع عن مبادرته في حالة وحيدة، وهي أن تحضر مبادرة أفضل منها مقنعة للجميع وتحقق الغاية المنشودة بتشكيل حكومة إصلاح وأنقاذ. إلى ذلك، ومع انتشار الأخبار في شأن الزيادة في تحويلات اللبنانيين إلى المصارف السويسرية في العام 2020 وتفسير هذه الظاهرة بأنها ترتبط بتهريب الودائع من لبنان، فتح النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات تحقيقا أوليا ضد كل من يظهره التحقيق من الموظفين الحاليين أو السابقين الذين حولوا مبالغ مالية إلى خارج لبنان بجرم الإثراء غير المشروع. وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى أن محتجين قطعوا طريق المدينة الرياضية بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات. البداية من مجلس النواب، البطاقة التمويلية أقرت على طاولة اللجان وفق أي آلية وأي معايير؟ البطاقة التمويلية أقرت في اللجان النيابية المشتركة، وتمويلها في الجزء الأكبر منه من أموال المودعين في الاحتياط الإلزامي. هذه هي الخلاصة التي خرجت بها اللجان المشتركة. مصادر نيابية كشفت لتلفزيون لبنان أن هيئة مكتب المجلس ستعقد اجتماعها ليصار إلى عقد هيئة عامة الأسبوع المقبل لإقرار البطاقة بصيغة نهائية. أعتقد أنه تم إنجاز مهم اليوم في إقرار البطاقة التمويلية بشكل حصري من أجل أن تكون الأساس لتقديم المساعدة في هذه الظروف السلبية التي يمر بها شعبنا في لبنان. كلمة إنجاز لا يقصد بها إنجاز أي أنها عملية تقدم بها منحة الحكومة، لا، هيدي عملية إنجاز أن المواطنين حق لهم أن يمدوا أيديهم على مالهم على مالهم. المعضلة الأولى المتعلقة بتحديد العائلات المستفيدة كيف حلت؟ قيمة البطاقة بحدها الأقصى 137 دولار. تقوم لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المال الاقتصاد والشؤون الاجتماعية بوضع منصة إلكترونية تحدد فيها المعايير الواجب أن تتوافر في العائلات، ويسجل المواطنين أسماءهم وبياناتهم على المنصة التي تغرب للمستفيد من عدم المستفيد. المعضلة الثانية تمويل البطاقة وقد حلت على الشكل التالي: 556 مليون دولار من مصرف لبنان، أي من أموال الاحتياط، يتم فتح اعتماد استثنائي في الموازنة بقيمة المبلغ. وقد علم تلفزيون لبنان أن نائب حاكم مصرف لبنان أبلغ النواب في الجلسة أن ليس هناك أموال في المركز إلا أموال المودعين ضمن الاحتياط الإلزامي، وتمويل البطاقة منه يحتاج إلى إجازة رسمية للمركز بذلك. كما تمول البطاقة من قرض البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار يغطي حوالي 180 ألف عائلة، ومن قرض ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو يغطي 71 ألف عائلة. النائب هادي أبو الحسن عقد مؤتمرا صحفيا انتقد خلاله تأخر الحكومة بإحصاء العائلات، الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا، فضلا عن ملاحظات حول التمويل. كي نكون واضحين أيضا، أي إقرار من دون ضمانات بالتمويل هو بيع كلام وأوهام للشعب اللبناني، ونحن لن نشارك في هذه الحفلة. نواب الجمهورية القوية وعدد من النواب المستقلين أبدوا اعتراضهم داخل اللجان على تمويل البطاقة من الاحتياط الإلزامي.
أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى أنه لا قيمة للبطاقة التمويلية إذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب الحكومة تعتمد سياسة الإصلاح، لافتا إلى ما يناقشه النواب وبطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل، إعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة. وفي تغريدة عبر تويتر اعتبر جنبلاط أن أحد أسباب رفض التسوية ولهجة المزايدات الحالية من كل مكان هو في أن الفرقاء الكبار يفكرون بالانتخابات للعودة إلى نفس الأسطوانة في التأليف والتشكيل. وتابع جنبلاط: ها هو الاتحاد الأوروبي يدرس منح اللاجئين السوريين 5.7 مليار دولار وكان يمكن الاستفادة من دعمه، لكن الفرقاء الرئيسيين في لبنان حرف لا يقرأ، وإذا بهمة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تفشل وتضيع في أزقة المصالح الشخصية والحسابات الخاطئة. الذل مستمر على محطات البنزين. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة يؤكد أن لا حلول في الأفق. طوابير الذل اليومية على محطات المحروقات توثق حجم المأساة اللبنانية، ومخزون المحروقات يكفي لأيام، أما المحطات فترفض تسلم البنزين، والضحية واحدة المواطن. وفيما خلص اجتماع بعبدة بدرس اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن لا حلول في الأفق، وأن بواخر البنزين تقف بعرض البحر لأن مصرف لبنان لم يفتح اعتمادات لها، لافتا إلى أنه يتم ضخ بنزين في السوق ولكن ليس بالكميات التي يقال عنها. يقال أنه ما كان دور رئيس الهيئة وما اتخذ أي قرار بهذا الموضوع، يأسفنا الشيء، لأنه العالم موجوعة، الطوابير الوجع، المحطات لازم حل بأسرع وقت ممكن. هذا الشيء اللي بتمنيه. طيب هلا البضاعة ما في كفاية بالبلد لأيام، ما في كفاية مصوت، كذلك الأمر المطارات طالعة خطا، مشاكل كتير كبيرة عند الناس، عند المواطنين، عند أصحاب المحطات، عند الموزعين، عند الشركات، عند الكل. وبواخر واقفة بالبحر، شو ناطرين؟ هذا عم يصلح. نتمنى وندعي انه يصير خير، ما لنا الا هيك. كرامة المواطن تهان في يومياته، والحلول تدور في حلقة مفرغة ان لم نقل معدومة. لا مزود في خزانات المولدات كارثة تطال اكثر من قطاع، والمستشفيات وبعض الاذاعات مهددة بالاقفال. دق فقدان مادة المازوت ناقوس الخطر منذرا بكوارث متنوعة، ليدخل لبنان منعطفا جديدا وخطيرا ويغرق في الظلام مع نفاد مخزونات المازوت وشح الوقود، فيما تراجعت تدريجيا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار، وتصل ساعات التقنين يوميا إلى 22 ساعة، إذ بدأت المولدات تنطفئ أيضا بعد فراغ خزاناتها من المازوت الذي بات مفقودا ولا سبيل لتأمينه. من أيام الحرب صاير هيك، بس أيام الحرب كان أحلى من هلأ. تداعيات فقدان هذه المادة الحيوية ليس فقط سلبية على المواطن، فقد تكون أحيانا خطرة على حياته، خصوصا بعد إنذار المستشفيات بالإقفال بسبب الشح في المازوت. نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أكد أن بعض المستشفيات لا يكفيها المخزون لمدة يومين. مثل ما هي العادة كل يوم نوع على مشكل جديد، يوم وعينا على مشكل بشح بمادة المازوت. المستشفيات عديدة اتصلت فيه وما عندها مازوت بيكفيها ليومين. نحن بالساعات التقنين الحالية مصروف المستشفيات هو ما بين 300,000 و 350,000 لتر يوميا. هو حسب ما عم بسمع ما عم بيقدروا يأمنون، وإذا بدهم يتأمنوا مش لمدة طويلة. ونحن يعني فينا نتخيل السيناريو شو بده يكون اذا مستشفى انقطعت من المازوت، شو بدنا نعمل بالمرضى. وبالتالي هذا موضوع لازم اليوم يتعالج قبل بكره، والا نحن قادمين على كارثه بالمستشفيات. ازمه المازوت تلقي بثقلها ايضا على بعض الاذاعات اللبنانيه التي اطلقت صرخه متخوفه من الاقفال. اجتماع لأصحاب محطات الوقود والاشتراكات في عكار لبحث مسألة النقص الحاد بمادة المازوت والتوزيع العادل لهذه المادة في المنطقة.
عقد بعض أصحاب محطات الوقود والاشتراكات في نطاق اتحادات بلديات دريب الغربي والأوسط واتحاد نهر أسطوان اجتماعا تشاوريا في مقر اتحاد بلديات دريب الغربي بحضور رئيسه أحمد كفا وبالتنسيق مع رئيس اتحاد بلديات دريب الأوسط عبود مرعب ورئيس اتحاد بلديات نهر أسطوان عمر الحايك. وخصص الاجتماع لبحث مسألة النقص الحاد بمادة المازوت والتوزيع العادل لهذه المادة على أصحاب المولدات في المنطقة. وبعد التداول صدر عن المجتمعين بيان وفيه أنه نتيجة شح المازوت طالب المجتمعون وزارة الطاقة بالعمل السريع على تأمين مادة المازوت لأصحاب المولدات في هذه المناطق. نطالب وزارة الطاقة بالعمل السريع على تأمين مادة المازوت لأصحاب المولدات في مناطقنا، وذلك بحسب السعر الرسمي والتوزيع العادل لهذه المادة على أصحاب الاشتراكات. كما طالبوا بإشراف الأجهزة الأمنية بشكل مباشر على تعبئة الوقود في محطات المنطقة، وذلك تجنبا لحصول المزيد من الإشكالات وأعمال العنف على المحطات التي نحن بغنى عنها في هذه الظروف الصعبة، معتبرين أن الدولة هي المسؤولة عن مصالح الشعب، ولذلك فعليها ووزاراتها وأجهزتها المعنية بأن تلعب دورها بحماية الناس وتأمين حاجياتها لأن لا تترك الناس في مهب الأزمات. فقدان الأدوية في الصيدليات يجعل السوق اللبناني مفتوحا على كارثة أخطر، وهي الأدوية المزورة التي يجب وأدها قبل انتشارها. فهل تتخذ الدولة قرارات حاسمة أم تترك سوق الدواء مشرعا على أزمة أخطر من التي نعيشها؟ في ظل تفاقم أزمة الأدوية وفقدانها من الصيدليات، تتصاعد المخاوف من أن تجتاح لبنان أدوية مزورة، ما يؤدي إلى أزمة أكبر من التي نعيشها، خصوصا أن هذه الظاهرة في حال تفاقمت فلن يسلم منها أحد، ولا سيما مرضى الأمراض المزمنة الذين يدفعون الملايين على علاجهم. في اتصال مع المعنيين بوزارة الصحة أكدوا أن الأدوية في الصيدليات مضمونة 100%، لكن على المواطنين التنبه للأدوية الآتية من الخارج من دون مرورها عبر وزارة الصحة، ودعوا المواطنين إلى التبليغ في حال الاشتباه بأدوية مزورة. نحن نعرف أن الدواء فقد من الصيدليات، والمواطنين عم يضطروا تيجي يستحصوا على دواهم أنه يشتروه من السوق السوداء أي من خارج الصيدليات. وهذه الأدوية هي نوعين، إما أن تكون أدوية مباعة من الصيدليات بمرحلة سابقة عم تباع حاليا خارج الصيدليات وبأسعار مضاعفة، ويمكن اليوم في إشكالية حول كيفية توضيبها أو الحفاظ عليها، من هون في خطر بتناولها. ومن ناحية أخرى في الأدوية اللي عم تدخل إلى لبنان عبر الحدود وهي ما بنعرف شو نوعيتها وشو مصدرها، وهيدي بتشكل كمان خطر كبير على صحة المواطن. الحلول تبقى بيد الدولة التي عليها أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال من أجل أن تتوافر كل أصناف الأدوية في الصيدليات. نحن من ناشد الدولة تتحمل مسؤوليتها، سارع بترشيد الدعم تيرجع الدواء إلى الصيدليات، وكافح التهريب وتضبط الحدود أكان ذهابا أم إيابا. ما منا دواء يطلع من لبنان، خاصة الدواء المدعوم، وما منا دواء يدخل من الخارج، ونحن نعرف النوعية المتدنية في عدد من الدول الجوار. أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأضراب وتوقف عن العمل وعدم الحضور إلى المكاتب يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع اعتبارا من نهار الثلاثاء الواقع في 6 تموز في حال عدم تجاوب مجلس الإدارة مع مطلبها معالجة مسألة تدني القيمة الشرائية للرواتب والوضع المعيشي المزري للمستخدمين والعمال. أوقفت مجموعة من الشبان اللبنانيين شاحنة محملة بالحليب على طريق حلبة وقاموا بتوزيعه على المارة. اجتماع مالي في قصر بعبدة واقتراح بتمويل استيراد البنزين على أساس 3900 ليرة للدولار.
ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اجتماعا ضم وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة والمياه ريمو غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وتم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الآيلة إلى معالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد. وفي المعلومات فإن الموضوع هو قيد الدرس، وهناك اقتراحات وبحث في التفاصيل بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان بالنسبة للرسوم تحديدا. الرئيس عون أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة حسان دياب وتداول معه في النقاط المطروحة، وتقرر على أثر ذلك اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي يتم درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة فيما يتعلق بموضوع الدعم. رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب التقى في دارته في ثلاث الخياط سفير قطر في لبنان محمد حسن الجابر، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وفي الأوضاع العامة في لبنان. الأزمة المعيشية المتفاقمة تهدد بالانفجار الاجتماعي، فما المطلوب للحقول دون ذلك بحسب الخبير الاقتصادي دكتور رازي الحاج؟ المطلوب بسرعة نقدر نأمن صندوق لدعم سياسة الأمن الغذائي والصحي، وهذا الشيء لازم يتم التواصل بشكل سريع مع الاتحاد الأوروبي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، مع البنك الدولي، وأيضا مع صندوق النقد الدولي ليقدر يقدم لنا دعم طارئ لنقدر نجرب بهذا الصندوق نمول فيه يعني الأساسيات من الأمن الغذائي والأمن الصحي للبنانيين. هذا شيء بده يترافق أكيد مع طريقة لوضع حد لكل الانفلات يلي حاصل بالسياسة النقدية وأيضا بالسياسات الدعم يلي كانت ولا تزال يعني عشوائية. أهم لازم نروح على كابيتال كنترول بمجلس النواب، وعلى ايضا امبورت كنترول يكون على القليله محدد قدام نقدر نحط دعم على كميات المواد الغذائيه والادويه والاساسيات، يعني ترشيد الدعم لما يكفي حاجه الاستهلاك المحلي الداخلي في لبنان. هذا ما بيكفي، اكيد لازم يكون في اصلاحات على مستوى اوسع، اهم موضوع التهريب، ضبط التهريب، لانه اي دعم واي خطه لتامين حاجات اللبنانيين واي مساعدات ممكن تجي مع انفلات الواقع الامني ومع يعني انتشار التهريب بشكل كثير كبير ممكن انه نكون كل شيء عم نعمله يروح صدغن. البطاقة التموينية بحاجة لكمان عمل علمي ومهني جدي ليقدر عن جد تكون عم تأمن يعني الحاجة منا، وما عم تكون بطاقة انتخابية عم يرجع يدخلوا الناس فيها بحلقة زبائنية قبل الانتخابات النيابية المقبلة. وقبل متابعة النشرة، عقد اجتماع تنسيقي بين المسؤولين عن التواصل الاجتماعي في حزب الله وحركة أمل بتوجيههم الرئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وجاء في بيان مشترك حيث أن المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا تتطلب المزيد من الحرص والوعي وحماية لظهر المقاومة التي تجمعنا، وفي الوقت الذي يسعى به الأعداء أو المصطادون في الماء العكر لنشر الفتن وكسر وحدتنا، تمنى المجتمعون على جميع الناشطين من جمهور المقاومة والحركة على مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأعلى درجات الانضباط. فرنسا لم تتخلى عن لبنان والمبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، هذا ما أكده النائب الرديف في البرلمان الفرنسي جوم كارزيل الذي شدد على أن فرنسا تساعد الشعب اللبناني في شكل مباشر. تظهر على إعلانها عقب انفجار المرفأ ماذا بقي من المبادرة الفرنسية التي أطلقت بجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل تشكيل حكومة مهمة تعمل على إنقاذ لبنان من أزماته ولا سيما الاقتصادية والمالية. النائب الرديف في البرلمان الفرنسي جوم كارزيل شدد على أن المبادرة الفرنسية ما زالت على قيد الحياة، مؤكدا على مواقف كل المسؤولين المهتمين بالأزمة اللبنانية من أنه على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم حتى نساعدهم. فرنسا بعد بمبادرتها
ومبادرة الرئيس بدري وغير مبادرات تدخل بهيدا الإطار، وفرنسا بتقله عمله بس حكومة يكون عندها مصداقية، يعني أقل ممكن من المصداقية تنقدر نساعدكم، تنقدر نخلي الدول المانحة كلها نجمعها وتساعدكم. فرنسا لم ولا ولن تتخلى عن لبنان، وهي تبذل كل الجهود من أجل مساعدة الشعب اللبناني في شكل مباشر وليس عبر القنوات الحكومية. وهيدا اللي عم يفكروا فيه اليوم، كيف فينا نساعد الشعب اللبناني ما يوصل على مرحلة الجوع، وما يوصل على مرحلة ما يقدر يتطبب، ما يوصل على المرحلة اللي وصلنا لها اليوم بالنتيجة. كيف رح تترجم هالمساعدة للشعب اللبناني مباشرة؟ بتصور ترجمت لحد هلأ كتير بعد 4 آب لليوم، ولح تترجم بمساعدات جديدة، لح تترجم بمساعدات على كل الأصعدة مش بس فرنسا. فرنسا هي لح تجمع العالم يلي حابب يساعد لبنان، تيقدر لبنان أو الشعب اللبناني يتخطى المرحلة وصولا للانتخابات النيابية جديدة، ترجع بتشكل سلطة أو سلطات جديدة. وشدد مكرزل على أن فرنسا حريصة على حصول الانتخابات النيابية في موعدها وتعول عليها من أجل ولادة سلطة جديدة، أم أنه في حال بقيت الطبقة نفسها فهذا رأي اللبنانيين الذي لا يمكن تجاوزه. لو مش تدخل فرنسا وأصدقاء لبنان اللي قادرين نتكل عليهم كان صار الارتطام من زمان، كان اليوم في مجاعة بلبنان. بأكد لك ما لا يخلوا يصير مجاعة، بس بالنتيجة بدنا نحن كمان نساعدهم تساعدونا. الرئيس بري رأى أن وضع لبنان يشبه خزنة ملأة بالمليارات لكن مفتاحها ضائع حتى الآن بالأحقاد. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مبادرته قائمة وهو ليس في وارد التراجع عنها تحت أي ظرف، وأشار بري في حديث صحفي إلى أنه يتراجع عن مبادرته في حالة وحيدة، وهي أن تحضر مبادرة أفضل منها بديلة عنها تكون مقنعة للجميع ولي أيضا كما قال، وتحقق الغاية المنشودة بتشكيل حكومة إصلاح وإنقاذ من اختصاصيين لا سياسيين وبلا ثلث معطل لأي طرف. وشدد بري على ضرورة الاستفادة من فرصة المبادرة والذهاب فورا إلى تشكيل حكومة تبدأ في اتخاذ ما يلزم لمعالجة الأزمة، وقال أزمة لبنان صعبة جدا، ولكن يجب أن نؤكد في المقابل أنه وضع ليس ميؤوسا منه ويمكن أن نعالجه، فلبنان ليس مفلسا بل هو يملك إمكانات وأملاكا وقدرات هائلة في البر والبحر. ولفت بري إلى أن وضع لبنان يشبه خزنة ملأة بالمليارات لكن مفتاحها ضائع حتى الآن في الأحقاد والنكايات المطروحة والطروحات التعجيزية، وأشار بري إلى أجواء مشجعة جدا لمسها خلال استقباله المنسق الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي عبر عن وقوف دول الاتحاد الأوروبي مع لبنان، وشدد على أن يبادر اللبنانيون إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تباشر بإصلاحات وتتفق أولا على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وعندها سيجد لبنان كل دول الاتحاد الأوروبي إلى جانبه لمساعدته. كلودين عون في منتدى ريادة الأعمال النسائية: عبثا نحاول في سبل حمل النساء على الريادة إن لم نعترف لهم بحقوقهن. شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون في منتدى ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة الذي عقد افتراضيا بعنوان ريادة الأعمال النسائية رافعة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة من تنظيم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة برعاية ملك المغرب، ويهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال النسائية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. عون أكدت أننا عبثا نبحث في سبل حمل النساء على الريادة إن لم نعترف لهن بحقوقهن. عبثا نبحث في سبل حمل النساء على ريادة الأعمال إن لم نعترف لهن قبل ذلك بحقوقهن الكاملة كمواطنات وكمشاركات في صنع القرارات السياسية والاقتصادية على صعيد الوطن. فلا أحد يمكن أن يتخيل رائدة للأعمال إلا كسيدة واثقة من نفسها تتحلى بالقدرة على توجيه مصيرها الذاتي وعلى أخذ القرارات بنفسها. لا يعقل أبدا أن تكون هذه السيدة نفسها عرضة لعنف داخل أسرتها لا يمنعه عنها القانون ولا تحميها منه سلطة. لذا
يستوجب تمكين النساء وتشجيعهن على ريادة الأعمال أولا وقبل كل شيء تنزيه القوانين من كل تمييز ضدهن وتوفير الحماية لهن من كل عنف قد يتعرضن له. وأكدت أننا نتطلع إلى مستقبل نأمل أن يكون قريبا لن نكون فيه بحاجة عند البحث في مشاركة نساء بلادنا في الاقتصاد والأعمال إلى التطرق إلى كل مما يتعلق بحقوق النساء والتمييز ضدهن. أهلا بكم من جديد. غوتيريش يدعو لتمديد تفويض مجلس الأمن لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا والصين وروسيا تلوحان سلاح الفيتو. قبل مواجهة محتملة الشهر المقبل بين الدول الغربية من جهة والصين وروسيا من جهة ثانية على ملعب مجلس الأمن، الأمم المتحدة تناشد روسيا عدم الاعتراض على تمديد فترة إبقاء معبر باب الهوى بين تركيا وسوريا مفتوحا لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري، محذرة من عدم وجود بدائل لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود. وفي التفاصيل، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناشد مجلس الأمن تجديد عملية تقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لعام آخر، محذرا من أن إخفاق المجلس في ذلك قد تكون له عواقب مدمرة. وفي المواقف التي تعكس الانقسام العمودي الحاد داخل المجلس وتثير الشكوك حول إمكانية تجديد التفويض، ألقت روسيا والصين باللوم على العقوبات الأحادية في جزء من المحنة السورية في انتقاد موجه إلى الولايات المتحدة ودول أخرى. فسفير الصين لدى الأمم المتحدة وصف تصرف بعض الدول بالنفاق وقال قبل الاجتماع: بعض الناس يقولون إنهم قلقون بشأن الوضع الإنساني، لكن في الوقت نفسه يواصلون فرض عقوبات أحادية الجانب. أما سفير روسيا من جهته فرأى أن عملية المساعدات تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها. مندوب سوريا رفض عملية المساعدات عبر الحدود ووصفها بأنها مسيسة. في المقابل، سفيرة الولايات المتحدة قالت إن المشكلات الاقتصادية الخطيرة هي نتيجة لفساد نظام الأسد وسوء إدارة الاقتصاد السوري. كذلك اعتبر القائم بأعمال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن عدم تمديد التفويض سيعرقل توصيل المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة 3.5 مليون شخص، إشارة إلى أن مجلس الأمن تلقى تفويضا في البداية لعمليات المساعدة عبر الحدود في سوريا 2014 من خلال 4 منافذ، وفي العام الماضي قلص هذه المعابر إلى 1 فقط عبر تركيا، وذلك بسبب معارضة روسيا والصين. ويستلزم إصدار قرار بتمديد موافقة المجلس تصويت 9 أعضاء لصالحه مع عدم استخدام حق النقد. روسيا تعتبر التصرفات المدمرة البريطانية قبالة سواحل القرم استفزازية، ورئيس الحكومة البريطانية يقول إن المدمرة دخلت مياه أوكرانيا لعدم اعترافنا بضم روسيا للقرم. تجاذب كلامي روسي بريطاني على خلفية إعلان موسكو أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية أطلقت طلقات تحذيرية بعد أن خرقت مدمرة بريطانية حدود روسيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014. روسيا عبر الناطق الرسمي للكرملين ديمتري بيسكوف أكدت أن ما قامت به المدمرة البريطانية متعمد واستفزازي، وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف من أن أمر روسيا في سلم الأولويات، وقال: يمكننا أن نطالب باحترام القانون الدولي، وإذا لم ينفع ذلك فيمكننا أن نقصف ليس خط مسار الهدف بل الهدف مباشرة. كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن السفيرة البريطانية في موسكو استدعيت إلى مقر وزارة الخارجية الروسية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استدعت أيضا الملحق العسكري البريطاني لدى موسكو وسلمته مذكرة
الاحتجاج تنص على أن تصرفات ديفندر تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. الموقف الرسمي البريطاني جاء على لسان رئيس الحكومة بوريس جونسون الذي أشار خلال تفقده قاعدة عسكرية إلى أن المدمرة البريطانية دخلت مياه أوكرانيا لعدم اعترافنا بضم روسيا للقرم، فيما لفت وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب من سنغافورة إلى أنه لم يجري إطلاق أي طلقات على المدمرة ولا إلقاء قنابل في مسار مدمرتها ديفندر التابعة للبحرية الملكية، وأن روسيا تنشر تفاصيل غير دقيقة. في الصفحة الرياضية، لوبنان إلى كأس العرب 2021. أبرز ما جرى في يورو 2020، البرازيل تفوز على كولومبيا في كوبا أمريكا. التفاصيل مع داني حرب. تأهل لبنان إلى نهائيات كأس العرب 2021 المقررة نهاية العام الحالي في قطر بعدما فاز على جيبوتي بهدف حامل توقيع هلال الحلوة. وسيلعب لبنان في مجموعة نارية إلى جانب مصر، الجزائر والسودان. عادل كريستيانو رونالدو رقم عالي دائي كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية بتسجيله 109 أهداف بعد الهدفين اللذين سجلهما في مباراة البرتغال وفرنسا في يورو 2020. وسجل رونالدو 109 أهداف في 178 مباراة دولية، بينما سجل علي دائي 109 أهداف في 149 مباراة دولية. كان المشجعون الفرنسيون الذين احتشدوا حول المدرجات في باريس لمشاهدة تعادل فريقهم 2-2 مع البرتغال في مباراتهم في يورو 2020 فخورون برؤية المنتخب الفرنسي يحتل الصدارة بفضل هدفين من كريم بنزيما، وهما أهدافه الأولى للديوك منذ 2015. وستلعب فرنسا في الدور الثاني مع سويسرا في بوخارست في 28 من حزيران، بينما ستلعب برتغال مع بلجيكا في 27 من حزيران في إسبانيا. شعر مشجعو ألمانيا بالبهجة والإثارة حين شاهدوا فريق يواكيم لوف يتراجع مرتين ليتعادل 2-2 مع مجر ويحصل على مكان في الدور الثاني في يورو 2020، لتلعب ألمانيا في المرحلة المقبلة مع إنجلترا في 29 من حزيران في ويمبلي. تأخرت برازيل للمرة الأولى في 8 مباريات، لكنها ردت بتعادل مثير للجدل قبل أن تحرز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع للفوز 2-1 في كأس كوبا أمريكا على كولومبيا، لأن شجارا أوقف المباراة بعد أن شعرت كولومبيا بالسخط لأن الحكم نيستور بيتانا لم يوقف المباراة بعد أن ارتطمت الكرة به. جرى سحب اليناصيب الوطنية اللبنانية، وقد ربحت الجائزة الكبرى 150 مليون ليرة، الورقة التي تحمل الرقم 25399. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.